السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي. هنكمل مع بعض دمار الإشارة من كتاب بوك أند بين. كنا شرحنا قبل كده this و that، لكن هنعيد عليهم بسرعة وناخد تدريبات. تمام. Administrative للسينجلر، الأسماء الإشارة للمفرد this و that. قلنا this لما نشاور على حاجة قريبة بس تكون حاجة واحدة بس، و that لما نشاور على حاجة بعيدة وبرضه لازم تكون حاجة واحدة بس. بيقول لك التعريف اهو، this is used تستخدم to refer to للاشاره الى a singular noun لاسم مفرد near to the speaker، يعني قريب من المتحدث اللي بيتكلم، الحاجه دي قريبه منه، خلاص تكون مفرد. ترتيب الجمله بيكون ازاي؟ بنبدا ب this كفاعل، اسم الاشاره هنا بيكون فاعل في الجمله، this بعدين is اللي هو verb to be، اسم سوري الاداه النكره a او an، وبعدين الاسم المفرد سواء كانت وظيفه او ايا كان، يعني الاسم this is أو أن والاسم. خلاص؟ That is used to refer to a singular noun far from the speaker. هنا بقى بعيد، تعود على مفرد بعيد عن المتحدث. نفس الفكرة that و is، وممكن نختصرها that نشيل ال I وأبوستر في مكانها. That's a أو أن with singular noun. طيب، هنا بيقول لي مثال that is a bird زي ما أخذناها في المحادثة من فيديوهين فاتوا. That is a bird. لو عايز ترجع للفيديوهات اللي فاتت بتطلع على العنوان بتاع الفيديو ده، هتلاقي قائمة تشغيل اضغط عليها تنزل لك كل الفيديوهات. That is a bird. That is an umbrella. That is a bird. That is an umbrella. في الحالتين دول هتلاقي ان الطائر بعيد والامبريلا بعيدة، فاستعملنا that. طيب، هنا مثال تاني جايب لك هنا الحاجة قريبة. This is a slide، دي زحليقة. That is an orange، دي برتقانة. هنا دي قريبة ودي بعيدة، لكن في الناحية دي كانوا الاتنين بعاد عني. خلاص، هنا الاتنين كان المفروض يجيب اتنين this هنا واتنين that هنا عشان اللي ايه السيميلاريتي، يعني that و that كان المفروض يجيب هنا واحدة this و this برضه، لكن اهو بنكتشف حاجات في بوك اند بن، يعني اللي مؤلفين الكتاب ممكن ايه يغيروا او لو يسيبوها زي ما هي، بس انا بقول رايي يعني. This is a slide. That is an orange. خلي بالك this اسم الاشاره، verb to be اداه النكره، الاسم المفرد. احفظ الترتيب معايا. This is a slide. That is an orange. نفس الترتيب. That is an or او that's an orange لو عايز تقولها بسرعه. That's an orange. That's an orange. يلا بينا نحل التدريبات علشان المعلومه تثبت في دماغنا. هنستعمل this و that بناء على القرب والبعد من المكان، سهلة جدا. النملة قريبة، بص النملة ضخمة ازاي، يعني ممكن تركب على ظهرها تروح المدرسة. is an ant، يبقى هنقولها ازاي، this is an ant. تمام، يعني هذه نملة. الطيارة الورق بتكون لما بتيجي تطيرها بتكون بعيدة شوية، هتقول that is a kite. اوعى تقول لي اصل المسافة دي قريبة، احنا مش هنحطها لك يعني في الناحية التانية في الورقة التانية، لا هي كده تبقى بعيدة. That is a kite. الشجرة قريبة، this is a tree. خلاص، هنا بيقول لك arm. arm ذراع، هل الذراع بيبقى بعيد؟ يعني انت ممكن مثلا تبقى قاعد وذراعك في حتة تانية، لا طبعا، يبقى this is an arm. this is an arm. الطائر بعيد شوية، that is a bird. مناخيرك قريبة منك ولا بعيدة؟ يعني بتبقى طويلة كده جايبة آخر الترابيزة، يبقى قريبة، يبقى this is a nose. this is a nose. بتشاور على عينيها، this is an eye، دي عين واحدة. an eye يعني عين واحدة. خلي بالك من أدوات النكرة للاسم المفرد اللي بيبدأ بمتحرك، an ant، an arm، an eye. اللي بيبدأ بساكن a kite، a tree، a bird، a nose، بس كده. خلاص، يبقى احنا حلينا التدريبات دي وتعالى نكمل. هنا an ear، ودن واحدة، يبقى this or that. صح، this is an ear لأنها قريبة. شمس بعيدة ولا قريبة؟ أكيد بعيدة، يبقى that is a sun. برافو عليك. والقمر، القمر نفس الكلام، يبقى that is a moon. طيب، وهنا النهر شكله بعيد شوية، يبقى that is a river. الولد ماسك الكرة والكرة في إيديه، يبقى this is a ball. this is a ball. الدراجة قريبة ولا بعيدة؟ قريبة، يبقى هنقول إيه؟ أنت مصحصح معانا، يبقى this is a bike. النجمة بعيدة ولا قريبة؟ بابا يقول لك أنا هجيب لك نجمة من السماء، بس أنت اطلع الأول أهم حاجة. يبقى that is a star لأنها بعيدة. والسحابة؟ صح، يبقى that is a cloud. عايز تحفظ الجمل دي عشان تعرف تقولها بعدين تستعملها في باراجراف أو حاجة تجيلك في المنهج، اقرأ الجمل دي كتير.
يبقى this is an ear, that is a sun, that is a moon, that is a river, this is a ball, this is a bike, that is a star, that is a cloud. هنا بيقول لك this is و that is، يمكن نعوض عن this و that اللي هم administrative pronouns أسماء الإشارة بال subject pronoun بضمير الفاعل اللي هو it. ليه؟ لأن it بمعنى هو أو هي، فهي تنفع للاتنين، تنفع للقريب وتنفع للبعيد. وغالبا لما حد بيسألني what is this what is that، ما هذا أو ما ذلك، بجاوب بضمير الفاعل. يعني الأجانب بيفضلوا ضمير الفاعل في الإجابة عن اسم الإشارة، فلما تسأل what is this what is that هتلاقي الإجابة it's كذا، اللي هي دي it is، بس احنا بنختصرها زي ما قلنا، بنشيل الاي ونضع الابوستروفي، it's a bird it's a kite it's، وهكذا. تمام. طيب في أسئلة تانية اهي، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. يلا بينا نختار، this ولا that is my nose. طبعا قلنا أنفك معاك مناخيرك معاك يبقى قريبة، يبقى this is my nose. السحابة بعيدة، this ولا that is a cloud، لسه قايلينها من شوية صح، يبقى this is a cloud. this is a kite ولا that is a kite، بعيدة شوية يبقى that is a kite. الفيل قريب ولا بعيد؟ الفيل هنا بعيد وهو جايب لك ذات، ده هنا بيختبرني في أداة النكرة. طيب يبدأ بساكن ولا متحرك؟ حرف الإي متحرك، يبقى هنقول an، that is an elephant. هنا اختبارات في أدوات النكرة بعد كده، that is orange kite. يعني إيه orange kite؟ يعني طيارة ورق لونها برتقاني. طيب اللون البرتقاني بادئ بحرف الأو، يبقى an orange لأن ده متحرك، الأو متحرك. This is tree. tree بادئة بكونسونانت بساكن، يبقى this is a tree. this is a tree. هنشيل الإجابات دي كلها وبعدين نطلع تاني لفوق. أهو وصلنا لغاية التري. تمام؟ this is nose ولا eye؟ ها an nose ولا an eye؟ مين شاطر يعرف يحل الجملة دي؟ an يبقى أكيد متحرك، يبقى an eye. دي بادئة بفاول. That is a nose ولا moon؟ ها بص على الصورة، يبقى دي moon. That ولا this is a star؟ أكيد بيشاوروا على حاجة بعيدة، يبقى that is a star لأن النجوم بعيدة زي ما اتفقنا. This is my mouth ولا that is my mouth؟ بقي معايا يعني، أنا مش سايبه في حتة بعيدة، يبقى this قريب أهو، this is my mouth. تمام، نكتفي بهذا القدر ونكمل في الفيديوهات الجاية. تحياتي ليك ياسر الكيلاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.